إنه لمن دواعي السعادة والسرور والشرف أن أشرف باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على افتتاح هذا العرس الرياضي العربي الكبير، وأن أرحب ترحيباً حاراً بأشقائنا الأعزاء الذين توافدوا إلى بلدهم الثاني الجزائر. وما أدراك ما الجزائر؟ للمشاركة مع إخوانهم وأشقائه في منافسات الدورة الخامسة عشر للألعاب العربية التي أريد لها أن تتزامن واليوم الذي تحيي فيه بلادنا الذكرى 61 لاستعادة استقلالها وسيادتها على أرضها الطيبة. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، أيها الجمهور العظيم، لقد استطاعت بلادنا أن تساهم بنجاح في لم شم أمتنا العربية وتوحيد كلمتها وإعلاء صوتها من خلال استضافتها للقمة العربية في الفاتح من شهر نوفمبر أغر من السنة الماضية، التي أريد لها أن تتزامن هي الأخرى وتاريخ اندلاع ثورتنا المجيدة ونضال شعبنا الأبي الذي قدم تضحيات الجسام من أجل تحرره وانعتاقه من نير الاستعمار البغيض. وها هي اليوم تشهد بفخر واعتزاز احتضان فعاليات الألعاب الرياضية العربية، والأمل يحدوها للمساهمة من خلال هذا الحدث الرياضي المتميز في تحقيق المزيد من التقارب والألفة والمودة والتعاون بين شعوبنا وبلداننا التي لديها من المقومات والإمكانات ما يجعلها قوة ضاربة في هذا العالم الذي لا مكان له للضعفاء والمشتتين. وفي الختام لا يسعني إلا أن أعلن باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الافتتاح الرسمي للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية في الجزائر، متمنياً لكل الوفود المشاركة أداءً رياضياً متميزاً ومشاركةً موفقة في ظل روحٍ رياضيةٍ عالية. كما أتمنى للجميع إقامةً طيبة وقضاء أوقاتاً ممتعة خلال مختلف المنافسات الرياضية.